السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي مشرفينا ومنورينا دايما. النهارده في تحدي يا جماعة، بس تحدي مختلف شوية، ممكن يكون مفيش حد كتير عمله، يعني ممكن يكون محدش عمله أصلا قبل كده. المهم التحدي عبارة عن هنا هيمثلوا مشهد، وظلنا عليكم في الكومنتات مين أحسن اتنين؟ في حاجة كده مش فاهمة ايه هي، من انا زي الفل تمام، مش على مامي الحركات دي. يا سلام على ذنك، يا سلام احكي لي بس وخدي كده ودي، بس بلاش بقى شغل عيال، شكلك بتحبي وبتخبي، ما انا مش لاقية كلام يتقال، ازاي انا اقول لك بس ازاي، باي باي دلوقتي خلاص باي باي. والشاي من امتى بنشرب شاي؟ منك يا اروبا يا سوسة، احنا كده خلص، بس قولنا بقى مين احلى صوت؟ احنا الاتنين صوتنا وحش انا عارف، بس قولنا يا رب احنا نكسب، يا رب احنا نكسب. سلمى وسمر، مع انك ست بيئة ويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايد من الهارت للهارت رسول يا حبيبتي، ثانك يو. بس بقى يا جماعه تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، مين احلى؟ هيما الجوكر وامام عاشور الغلابه الزملكاوي، يلا بينا. احنا اللي هنكسب. لا مؤاخذه يا اسطى، جمدانك معذبني على الدغري. على الدغري انا فخور بيك. واقول لك على حاجه، انيه قول لك توم كروز. يلا يا جماعه قولنا في الكومنتات بقى مين اكتر اتنين عملوا المشهد صح. احنا طبعا، احنا طبعا